الفنان أحمد سعد يتعرض لهجوم شديد جدا بسبب التاتو. في الفيديو ده هنعرف ليه تم الهجوم على أحمد سعد أمام الكعبة وإيه حوار التاتو ده بالظبط. أنا محمد إبراهيم ودي قناتي، لو أول مرة تشوف القناة أتمنى إنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ظهر الفنان والمطرب أحمد سعد أمام الكعبة وبيأدي مناسك العمرة وبيدعي في الفيديو، لكن اللي لفت نظر الجمهور هو التاتو اللي على إيد الفنان أحمد سعد، وناس كتير بدأت تنتقده وتقول له أنت إزاي رايح تعمل عمرة وعامل حاجة في إيدك شبه كده، وناس كتير تانية بدأت تقف جنب أحمد سعد وتقول للناس أنتوا ملكوش دعوة، سيبوا الخلق للخالق. أنتم رأيكم إيه بالظبط في الموضوع ده؟ شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.